السلام عليكم مشاهدينا، كيدايرين لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى من الله تكون الف خير يا رب العالمين، يا ربي رزقنا الصحه والسلامه وربي يهز علينا الوباء يا ربي يا الحبيب. واللي دخل عندنا جديد ما ينساناش الابوني وما ينساناش بسيمه، الله يخليكم، كتنساونا البسيمه فضلا ليس امرا، الله يخليكم. انا بغيت نحضر واحد الكروس نوريكم هذه الماكينه شريتها، يعني بغيت نوريكم يعني خاص بالحلويات ورخيصه وفيها ثلاثه ديال الحاجات، يعني اللي تبغي تصاوبي بها الكريمه، تصاوبي بها العجينه، العصير، يعني فيها بزاف وهي صغيره وفيها بزاف ديال الحوايج. وشريتها غير ب 25، يعني رخيصه بزاف، شريتها ب 25 اورو وكتهز الطحين ثمن 2 كيلو، 2 كيلو ونص تاع الطحين، يعني زوينه صراحه الله. هاد سميتو هذا خاص بالعجينه، انتم عارفينها يعني هذه خاص بالعجينه. وعاوتاني هادو انا باقي يلاه شريتها دابا كنوريها لكم، هادي عاوتاني خاص بالكريمه كيكه، هادي ضروري يعني خاصه بهم. وهذا عاوتاني تصاوبي العصير، عصير ولا شي حاجه اخرى اللي بغيتو ديروا بها ديروا بها. وهادي عاوتاني هادي ديال الكريمه، هادي تاع الكريمه ديال الموس، هادي الكريمه باش كتزين به الطارطه ديالك الا درتي الطارطه. وهادي الغطايه ديالها باش كتغطيها باش ما كيطيحش عليك الطحين الكريمه ولا شي حاجه هكا، كتغطيها كتبقى محافظه يعني ما كتغبرش عليك شي حاجه ولا. المهم هذه هي الماكينه، نوريكم الماكينه هي هذه، هذه خاصه بالحلويات، حتى لو بغيت تعجني شي خبزه ولا تقدر يعني 2 كيلو ونص تاع الطحين، يعني راه تقدر تدير به خبيزه. ودي الكرتونه هذه خاصه بالحلويات، يعني ماشي شي حاجه اخرى، وراه زوينه ورخيصه صراحه الله عجبتني. وبغيت نحضر واحد الكروس قلت نوريها لكم، تشاهدوا معايا ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. دابا ندوزوا للمقادير ان شاء الله باش غنبداو نخدموا الكرواسه ديالنا. هادو هما المقادير، عندنا هنايا كاس معالق ديال السكر، وهنايا خميره ديال العجينه، وهذه غير ندير غير البيض ديال البيض، ما نديرش حتى يعني غنزوق بها داك سميتو، قلت ما نرميهاش يعني نديرها ما عنديش نلوحها. وهاد الخميره هادي ديال الحلويات خاصه بالحلويات يعني. وعندي هنا كاس ديال الحليب، كاس الماء، وكاس الطحين، وغادي نخلط كلشي مع بعضياتو ونخليهم يرتاحوا واحد ربع ساعه، عاد نبداو عاوتاني ان شاء الله بحول الله. تابعوا معايا التحضير ان شاء الله. دابا حنا خلينا كلشي مع بعضياتو، دابا كلشي تخلط مع بعضياتو، خلطت عملت هنايا الحليب والماء والخميره وخميره الحلوه والسكر واحد قريته ديال الملح. وهذه الشكل ديال كيفاش غنحضروها، يعني نخدموها يعني شحال ما بغيتي ديال 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 السرعه. نخلط كلشي مع بعضياتو، دابا تابعوا معايا المتابعين تكمل ان شاء الله يا ربي. دابا نخليها تكون واحد ربع ساعة، دابا رميت عليها كلشي ونخليها تخدم واحد شوية وغنوقف الفيل. هاي دابا مرتاحت لينا شوية، دابا غنضيف واحد الكاس الزيت ان شاء الله بحول الله، وغنضيفو الطحين على حسب الخليط اللي عندنا، وغنضيفو بشوية بشوية. هاي دابا كيفاش هزيتها، يعني الغطاية ديالها كيفاش زعما واعره صراحة الله، عجبتني تكيل هاد البطونة هادي، نوريكم كنتكعد البطونة وكنهبط الطحين، هيا هبطت كامل. وهادي باش كندير بغيت ندير الطحين كنديرو بشوية بشوية، كنبقى نكبها بشوية بشوية هنايا بلا نبقى نهز ونسد هكذا، الطريقة هادي زوينة حسن. انا بغيت نوريكم ساعات عطات ليا
ايوا يدير الله خير. يلا تابعوا معايا متابعين ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. دابا غنخدموها شويه بشويه وغنكتبوا هاد الزيت كتزيد بحطكم قبيله نكتبو وطحين على حسب ونبغيو نخففو هاد الكاس هادو بعدا نزيدو نخففو بشويه بشويه حتى تجمع علينا العجينه. وين عم نزيدو بالسرعه نزيدو بالسرعه لينا ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبة وعلى حسب الكاس اللي درنا في الأول راه معروف يعني مع ديك الخلطة اللي كنا عملنا في الأول وزدنا ثلاثة كيسان ديال العنبة حتى باهي كتخلط هدا الدور مزيان ومن بعد غادي نحيدها وتشوفو معايا الشكل النهائي إن شاء الله بحول الله يا رب العالمين على حسب تطريب كريسات وصافي. يلا مشاهدين وما تنساوش بالتعليق وديرو لنا اللايكات الله ينزل لكم الرضا والخبزة مقردة الله يسهل على كل واحد يا رب العالمين الله يجيب السهلة والتيسير وربي يشفينا ويعافينا ويرحم جميع الأموات يا رب العالمين ويرزقنا بالصحة والسلامة يا ربي الله يجعل ربي يسهل علينا وعليكم. وتابعوا معايا المشاهدين الشكل النهائي إن شاء الله بحول الله يا رب العالمين. هذا هي سهلة بالعجينة ونوريكم هيا ماشي ثقيله وماشي خفيفه تجينا يجينا الكرز ديالنا يجينا زوين. دابا ندهنوا يدنا بالزيت وغادي نبقى نحطوها في اللاطه ان شاء الله بحول الله. احنا عدنا لكم ان شاء الله بحول الله. دابا راه مي خمروا درنا لهم الصفار تاع البيضه واحد معلقه تاع الحليب ودهناهم ورشيناهم شويه تاع الججلان ودابا ردهم يطيب على حراره 160 حتى 150 الحراره نخليهم يطيبوا على خاطرهم باش يطيبوا من الداخل مزيان ومن بعد نوري لكم الشكل النهائي ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. بقاو معايا حتى نسالين ان شاء الله. احنا عدنا المشاهدين احنا كملنا الطبق هذا تكون عجبتكم هاد الكريسات هادو جاونا فهاد الشوكي جاو جاو مزيانين منفشين. نتمنى سبحان وتعالى تعجبكم هاد الطبق اللي عملت اليوم. نبقاو فيديو اخر ان شاء الله بحول الله وما تنساوناش المشاهدين بالبصيمه وبالابوني اللي دخلوا عندنا الناس جداد ونتمنوا سبحانه وتعالى يدير الله الشتاء والخير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى من الله تكونوا الف خير يا رب العالمين. جيت نصايب معكم واحد طويجين بحال الشكل ديال التون ودابا انا حصلت هاد الحوت هذا راه خصو هاد السرده صافي غسلتو نقيتو حيتو من هذاك الشكل من الجناب حيتو ودابا نوريكم الطريقه ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. دابا المقادير اللي عندي عندي هنايا الثومه دقيتها الثومه القزبر الثومه والقزبر والحار والكمون راه دقيتهم وعندي هنايا شويه ديال الزعتر وهذا الورقنا الورقه سيدنا موسى وهنا واحد الجماطات تنحكهم وهنا معلقه ديال الخل وهنا زيت العود مخلطه 4 ديال زيت العود وزيت النباتيه وهذا شويه دمطيشه حتى غندير واحد الثمن شي نص كاس من هذا وصافي. ودابا تابعوا معايا المتابعين ان شاء الله بحول الله ما تنساوناش باللايك وابوني ايوا ان شاء الله بحول الله رب العالمين. يلا دابا نوجدوا الخلطه ان شاء الله ربي دابا نشرملو ومن بعد غنلوحو هنايا في الطنجره ديالنا ان شاء الله بحول الله. وتابعوا معايا المتابعين هاي دابا المشاهدين دابا مي خلط كلشي مع بعضياتو شرملتلو مزيان ودخلتو داك الخلطه ديال الشرموله فيه ودابا غنكبو ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين هاد المعلقه ديال الخل وهاد الكاس اللي قلت لكم قبيلتي 4 من كاس زيت العود وربع ديال زيت نباتي
وندير واحد القريصه ديال الملحه حيت راه مشرموله راه فيها الملحه، غندير غير شي قريصه باش ما تجينا شي ملحه، وغنكبو شويه ديال هاد لاصوص هذا معاه ديال الطوماطيش شويه منكتروش، وغادي نديرو شويه ديال الزعتر معاها باش كيجي النكهه ديالو زوينه، كيجي بحال شكل ديال الطون. ومن بعد ما غادي يطيب غادي نحيدو داك السنسور ديالو داك الشوك، وغادي تاكلوه بصحة والراحة ان شاء الله بحول الله. والبوطة تكون مهيلة ما تزيدوش العافية بالجهد باش ما تحرقناش، وسميتو وان شاء الله بحول الله غادي يكون على كنت عايده زوي هذاك ان شاء الله بحول الله. غير سمحوا لي كنبقى نتفتف بعض النوبات الهضره ما كنبغيش تخرج لي، واخا تخرج لي بالدراع غير سمحوا لي الا قلت شي حاجه ماشي هي هذه. ايوا تابعوا معايا متابعين ان شاء الله بحول الله يا رب العالمين. دابا غنسد عليها وغنقص لها البوطه باش ما تحرق لناش هاد الاكله هذه ان شاء الله، باش كطيب على خاطرها. وغنزيد ليها غير هاد الكويس هذا صغير ماشي عامر بالماء باش ما تحرق لناش، وباش كيطيب داكشي على حقو طريقو يجي داكشي واعر ان شاء الله بحول الله يا ربي العالمين. لا لي حشمنا هنا عدنا بهذا الطبق النهائي. المذاق ديالو كيجي بحال اللي كتاكلوا الحوت ديال التون ديال المطيشه، المذاق ديالو زوين بزاف بزاف، وحاله سهله يعني ماشي سهله وبسيطه يعني ماشي شي حاجه كبيره. ودرنا معها القليه تاع البطاطا فريت، ونتمنى تكون عجبكم بهذا الفيديو هذا، وما تنساوناش جيم وابوني، ونتمنى ربي الحبيب يهز علينا ربي الوباء يا رب العالمين. والسلام عليكم، وبقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. يلا اخوتي تهلاو، مع السلامه. اخوتي 10 ديال الصباح شرب الوباء عندنا، بابا نزل 3 ايام وحنا الدوار بحال هكا والحق ما اختار
البارح واش وقتاش تبعت الناس خارجين كل شيء خارجة وحاجة ما كاين حتى حاجة.